مثل خير، مثل حب، مثل عمر يلي بياخدنا دايما للاشياء اللي منفكر فيها، للاشياء اللي منعيشها، للاختبارات يلي منمر فيها، للناس يلي بيمرقوا بحياتنا، وللحب يلي هو اساس وجزء اساسي من كل شغله نتنفسها بهيدي الحياه. سهرة عمر بعيد معكن بحلقه غير شكل مع ضيفي ولا اجمل قلبا وقالبا، حتى معكن يكون الحب له معنى وتكون الحياة يلي دايماً منطلع لقلها ايه فيها إيجابية، وبقلب الحياة في حياة دايماً. لما نحكي عن الحب كلمة من حرفين، الحب مكون من حياة ومن باب، باب ينفتح وباب يتسكر أوقات. هيدا هي الحياة، طلعات ونزلات، بيبقى نحنا كيف منتعاطى معها، كيف منقابل هالطلعات وهالنزلات، كيف منواجههن، كيف منتحديهن، وكيف مننتصر لو شو ما كانت النتيجة. لما يكون في إرادة بالحياة دائما الحب هو يلي بينتصر. لما أحكي عن ضيفة الليلة بحكي عن حب وعشق بتقديم الفن، الموسيقى، الكلام، اللحن، الأغاني، وحتى بتقديم الرقي بعالم الفن. من أول ما بينت على الساحة الفنية ولا مرة كان همها أنه بس الشهرة، ولا مرة كان همها أنه بس تبين، بس لحتى تبين، إنما الرسالة الفنية يلي أدتها، الحب والعشق يلي بيانته من كل الأغنيات يلي قدمتهم، كانت مثال يحتذى فيه. عرفت أيمتى تطل، وكانت تعرف كتير منيح أيمتى تنسحب عن الساحة الفنية. لما نحكي عن حياتها الخاصة يمكن تحصد على الإيمان يلي بداخلها، على القوة يلي عندها إياه، وعلى الحب يلي كان عندها إياه وما زال، على الحب يلي صحيح ولو انطفى بشمعة صغيرة ولكن منور دائما معها. كلنا منعرف حكايتها، كلنا سمعنا عن ماي مطر، وكلنا شفنا قديه هيدي البنت، هيدي الفنانة، هي الإنسانة الاستثنائية، كيف بالحب وحده قدرت تنتصر على كل شيء. ليلى بعيد الحب معها وعنا منحكي بسهرة عمر، سهرة من العمر، وخاصة من بعد السنجل يلي كلنا عم نسمعه على الراديوز، من بعد الغياب يلي ضوى أغنية طالعة أكتر من قلبها لحناً كلاماً وأداءاً بلحظة ويوم. الليلة منحتفل بإطلاق هالأغنية يلي إلها أسبوعين انطلقت على أنغامي وعم بتكسر الدنيا بالإحساس الراقي يلي قدمته معي. الليلة ضيفتي استثنائية، كل الحب نحن وياكم منعيشه معها، ضيفة منفتخر فيها، الفنانة ماي مطر. أهلا وسهلا فيك وهابي بالنسبة. تفضلي. إيف شو حلو اللي قلته، كتير حلو، مرسي. وشو أحلى لقاء أنا وياك على الهواء، ماي الصديقة، رفيقة، الفنانة، الإنسانة الاستثنائية. مساء الخير. مرسي لك، وأنت كمان صديق وأخ، وأنا بتشكرك على استضافتك اليوم، وبتشكر تيري ليبون كمان، يعطيكم ألف عافية شباب. يعني وجودك الليلة غالي بسهرة عمر. أول شيء ألف مبروك بلحظة ويوم يلي رح نحكي عنها بكل تفاصيلها، عن التسجيل، عن الكلام، عن اللحن، عن الأداء، عن الميوزك فيديو يلي تصور كمان هالأسبوع ببردات كفر دبيان بمزار. صح. شو بدنا نخبرك، الأغنية كلماتي وألحاني، أغنية أنا سميتها من القلب للقلب قبل ما تكون بلحظة ويوم. وزع الموزع توني أبو خليل، بوجه له تحية كتير كبيرة لأنه قدر أنه يترجم هالكلام واللحن بالموسيقى اللي بتلبق له، لأنه الأغنية هي حالمة، فأجت توزيع كمان حالم، وتصورت من إخراج إلي برباري، وأكيد بالاشتراك معك شادي اللي أنت ضويت هالإحساس وهذا الكليب، واللي بتشكرك كتير على جهودك، وبعرف قد كانت صعبة عليك، مرسي كتير. بالعكس، هيدا الثقة أنا بحملها بقلبي. ماي، رح نرجع نحكي بالتفصيل عن بلحظة ويوم، الأغنية اللي كلنا انغرمنا فيها على الراديوز نحن وعم نسمعها، وقريبا رح نشوفها على شاشة كمان. ماي، اليوم هيدا أسبوع الحب كله، الحب يلي بيتجسد بحالات كثيرة، بالعيلة في حب، بين الإخوة في حب، صح، بين الحبيبين في حب، بالشغل في ناس منحب نشتغل نحن وياهن، وين ما كان. قد ايه هيدا الحب يلي انت عندك اياه بعملك، بعائلتك، مع اولادك جورجيو وجيو يلي مار، قد ايه هيدا الحب هو اللي بخليك
تستمري بالرغم من كل شيء ومن أي شيء. أنا برأيي كنت على طول أقول إنه الإنسان ما بيبرع بشيء من غير حب. إذا ما بيحب اللي عم بيعمله ما بيقدر يكمل، إذا ما بيحب عائلته من جوا ما بيقدر يعطيها الأمان، وإذا ما بيحب أي شيء حواليه ما بيقدر هو يستمر بالحياة. فأكيد الحياة من غير حب بالنسبة إلي لا تحتسب. هذا الاحتساب اللي عم تحكي عنه ماي، حتى حساباتك بالفن كان لها توقيتها الخاص. يعني لما نحكي عن ماي مطر، ماي كانت تعرف أي متى تنزل غنية وأي متى تنسحب كمان. وبكثير من المرات قلت إنه مفهومك للفن ما بيشبه مفهوم الفنانين والفنانات يلي عم بقدموا ميوزك فيديو أو غنية بس لحتى يجيون حفلات خاصة ويكون عم يجيون أمور تانية ما بتشبهك لا من قريب ولا من بعيد. صح، أنا اليوم أكيد نحن عم نحكي عن الأغلبية، بس طبعاً بعد في ناس محترم الفن وبتعرف قيمته، مش كل الناس مثل بعضها، بس أكيد الأغلبية صار عم بيتعامل مع الفن كأنه تجارة. أنا بالنسبة لي من البداية كان الفن موهبة، وكان الفن شيء بحب أعمله وكأنه شيء ماشي بدمي كل الوقت. فغنيت وقتها كنت حب وحس أنه عبالي غني، وقتها اللي حس أنه ما عندي شيء أقوله وما بدي شيء طل فيه كنت انسحب، لأنه ولا مرة كان عمل تجاري أو عمل للشهرة أو عمل لماديات معينة، لا كان عطول عطول موهبة ولا زال. هالموهبة اللي عم تحكي عنها ما واضحة على كل حال، لأنه أنت من الأشخاص اللي بيكتبوا بلحنوا بأدائهم بأحساسهم، هو المفتاح لهذا النجاح يلي عم تحكي عنه. من البداية الكون صغير، من بعد ألبوم كنت حبك وبطلت يلي ضم 7 أغنيات، قد ايه هالخيارات يلي انطلقت فيها كانت خيارات مدروسة وكانت خيارات نامة عن حب؟ لأنه أنت تخليتي بهالفترة عن أوبورتونيتي أنك ممكن تسافري على كندا تحصلي على جنسية تابعي دراستك برا تابعتيها هون بلبنان، وأردت ترجع أنت يلي لبنانية بس ربيتي بأغلب حياتك بسعودية، ورح نحكي عن هذا الموضوع على كل حال. أدا هي الهوية يلي كونتيها لحالك بالفن، شو قلت لحالك من أول يوم حطيت إجرك فيه على الساحة الفنية هيك بينك وبين نفسك؟ ما حبيته من أول نهار صورت فيديو كليب الكون صغير، وشفت كيف بتكون الأمور وراء الكاميرا، لأنه بس نحضر فنان منعشقه أو بنكون عم نتطلع فيه لفوق عطول منشوف البارت الإيجابي وعطول منشوف شو عم بيصير قدام الكاميرا. وقتها نتجت أول أغنية لإلي اللي هي اسمها الكون صغير، وعشت شوي الحالة اللي بتصير وراء الكاميرا وقديش بيخد وقت هيدا الشيء وقديش بيخد تعب. قلت يا الله كنت بفكرته أهين، كنت بفكرته أسهل من هيك، شو هالشغلة هيدي؟ ما كنت حس حالي كل الوقت انه انا قادرة اكون هالشخص الفنان والمحترف، عم بحكي على الساحة الفنية المحترف بمعنى انه انا عم صور كليبات كتير عم نزل كتير اغاني، لا ما حسيت عندي هالانرجي، كنت حسه اهين من هيك. وبعدين اكيد الجو العام واللي بتشوفه بقلب الدومين الفني زعجني، وكرمل هيك صرت ابتعد شوي شوي. كملت المسيرة لحديت ما وصلنا للقنبلة الفنية يلي من أول نهار انطلقت فيه. أنت عندي كتير تحيز للمرأة بحضورها، أنت اليوم المرأة الأم الناجحة، المرأة الزوجة يلي كان نيال وجورج الله يرحمه بها، المرأة يلي كانت واقفة إلى جنبه بعدها لليوم ماسكة بيته لجورج بدوي وأطفاله وماسكة حالة، لأنه الحياة بتستمر وأنت بتأمني بهيدي الإيجابية. أنا بعرف أنت إنسانة فنانة برسالة المرأة مميزة، حتى كابنة يعني كبنت تجاه أهلك تجاه أصحابك كصديقة كمان. لما أخذت كل هذا العنفوين، لما الفنان محمد اسكندر أطلق غنية حسيت فيها ولو نوع من المس بالامرأة وبحريتها وبكينونتها، كان الرد بمثلك مش عايزين رجال، كلمات وني أبي كرم وألحانك. ليش وقتها اخترت تردي على هالأغنية علما أنه هيديك الأغنية كانت هيت، ومنوجه له تحية للفنان محمد اسكندر، وأغنيتي كانت هيت ونص كمان بالرد يلي كل الناس تعاطفت وكل الناس حبت هيدي الجدلية اللي انخلقت؟ شادي الأغنية ما في شك أنه كانت مستفزة بوقتها بالقليلة بالنسبة إلي، وأنا سمعتها بالصدفة كنت سهرانة
وحطوها وشفت العالم مبسوطة وقلت يي شو عم بيقول. أنا كنت عم بركز على الكلام، الموسيقى ما في شك إنها حلوة، ما في شك إنها كتير بترقص وبتحمس والبدك إيه، بس تفسني الكلام. قلت ليه نحنا بعدنا اليوم مثل ما اليوم أنا بنتقد الفنانين اللي بيغنوا مشي، يعني بيغنوا كلمتين على موسيقى مهمة تحمس، ما بيكون في كاليتي بالكلام، ما بيكون في كاليتي باللحن. هون حسيت في إشحاف بنوعية الكلام تجاه المرأة. صح، حسيت في شيء غلط، يعني مش معقول نكون نحن عم نغني هيدا الشيء. ومن باب عفوية دقت لتوني أبي كرم وقلت له عبالي رد، وعن جد ب 24 ساعة كتب كلام وأنا بوجه له تحية، كلام كتير حلو وحبيت نزله. وإجا الرد على هذا الشكل، رح نرجع فيه لورا ونسمع الرد كيف كان قبل ما نرجع نعلق. هيدي الرد يلي أردتي، كيف تلقيتي صدى عند الناس؟ أنت شخصيا كنت عارفة هالقد رح يكون في ضجة من خلال هالرد الموسيقي والفني؟ لا، لأن الأغنية ما اندعمت بشكل مثل ما بيقولوا مدفوع أو غنية انحطت على الإذاعات لأنه أنا دعمتها. الأغنية انحطت على راديو واحد بالبداية وصارت تتنقل، وصارت تتنقل بالمطاعم وبالسهرات وتتنقل، بعدين صورناها كليب صارت تتنقل على التلفزيون. وصلتك لكندا لتور، مزبوط، عملنا تور بكندا من وراها، اكيد النسوان كلها بكندا حبت الاغنيه. في ناس كانت ضد وفي ناس كانت مع، وانا على طول بقول ما حلو يكون كل العالم معك، بس كمان ما حلو يكون كل العالم ضدك. يعني على طول مقسومين الناس، ناس بتحب ناس ما بتحب. في رأي كمان كان بيقول انه استغليتي نجاح اغنيه محمد اسكندر لحتى تكوني عم تدعمي انطلاقتك واستمراريتك الفنية بفترتها. بكون ذكية إذا عملت هيك، مش غلط، مش غلط. تذاكي بالفن هو إذا كان بمحله هو إيجابي؟ أكيد. برأيك؟ أكيد، في كتير وصل لتوصل، في كتير طرق أنك توصل بالفن. في طريق اليوم بيعتمد على الابتزال الفني ولا الكلام اللي شوي قاسي وجارح، وفي طريقة بالماركتينج تعتبر ذكية انه تقدر ترد على اغنية لأول مرة بتنعمل هيدي الشغلة بالشرق الاوسط. انا اعتبرتها ذكاء اذا انا بدي اوصل بهالطريقة، كتير منيح. وفي ذكاء كمان اوقات بالتعرف على الاشخاص وبالتعاطي مع الوسط الفني. انت من الاشخاص اللي عندهم علاقات حلوة كتير بالوسط. أكيد. الفني. بعدك اصحاب مع ورد الخال؟ كتير بحبها، كتير كتير. تعرفت عليها بالكاراوكي؟ تعرفت عليها، لا هي كانت أصحاب كتير مع الفنانة ألين لحود اللي أنا كتير بحبها كمان وبوجه لها تحية وأخت. ألين حبيبتنا، حبيبتنا يعني ما في شك. كانوا بكاراوكي وغنوا الأغنية هيدي سوا وخبروني، وهيك تعرفت على ورد الخال وبوجه لها تحية. تبعتيها بثورة الفلاحين؟ أكيد، طالما الديكور اليوم هيك. أكيد. إيه بيوحي بهال من مع شموع وكذا. أنا من وحي المسلسل، من أقوى الممثلات اللبنانيات بكل فخر يعني. أكيد نوجه لها تحية كبيرة لورد الخال. أنت من الأشخاص يلي بعلاقاتك بطبعك بهالقرب يلي عندك، يعني من أصدقائك جوزيف عطية، ألين لحود، بريجيت ياغي، يعني ناس كلهم عندهم نفس القماشة الفنية والإنسانية. نحن بنشبه بعض. بيجذبك هذا الشبه يلي عم نحكي أكيد. عنه؟ أكيد. أنا الناس اللي حوالي لازم تكون بتشبهني مثل ما الموسيقى اللي بغنيها لازم تكون بتشبهني، فأكيد أصحابي بالوسط الفني اليوم بيشبهوني. أكيد نحن اليوم بس نقعد مع بعض ولا نهار منفكر بمنافسة معينة ولا بأنه نحن تنينتنا منغني، لا بالعكس منغني لأنه منحب نغني ومنغني سوا ومنسهر سهراتنا بالبيت عم نغني، قاعدين على البيانو وعم نغني لأنه الموسيقى هي عشقنا ولأنه لغة تنينتنا منحكيها مش كل الناس بتحكيها. صحيح. ماي مطر، اسمحي لي نفوت على فاصل أول بحلقتنا لليلة، حلقة كتير
مبسوط بوجودك فيها معنا. بدنا نسمع صوتك خلال الحلقة، نرجع أكيد. نسمع وراء الفاصل رح نحكي كمان عن بلحظة ويوم، عن الكليب، رح نحكي عن الكونسرت ب 22 شباط الأسبوع المقبل كمان نهار الجمعة. في كثير اشياء رح نحكيها، الحلقة طويلة. يلا. شرفتينا معي بهالحلقة. مشاهدينا خليكن معنا بسهرتنا، سهرتنا يلي مزينة بورود وبديكور أكثر من روعة. فوفر ايفنتس اند بلانينجز للفلورال اندستري، ثانك يو على هالزينة الأكثر من روعة يلي زينوا فيها الاستوديو، وأكيد يلي مزين حلقتنا الليلة وسيزن 2 هي نجمتنا ماي مطر. بريك صغير ومنتابع نحن وياكم سهرة عمر، ما تروحوا لبعيد، خليكم معنا. ما تقلي ما رح ترجع، أنا تعلقت فيك، اتخيل وشك عم بقشع، ضايعك ما لاقيك، هل وصفك بالليل اتقلب من ميل الميل، اتخيل ايدك على الباب وصوتك عم يندهلي، حبيبي ما عندي حيل والله عم دوق الوايل، يمكن انا خلاص جنيت وخيالك عم يلحقني، ما تقلي ما رح ترجع، انا تعلقت فيك، اتخيل وشك عم بقشع، ضايعك ما لقيك. مع نجمتنا لليلة الفنانة مي مطر، منتابع حلقتنا اللي سمعناه من الألبوم الأخير يلي تغنى لايف مباشر بكونسرت السنة الماضية على مسرح الجميزة، على مسرح الجميزة، والسنة موعدنا مع كونسرت تاني رح نحكي عنه. مي، أنت ليه منك نشيطة بالفن من ناحية أنه في عندك أغاني، في عندك ألحان روعة، حطيهم بالجرور حتى، ليش ما بتسمعيهم بتعطيهم لأصوات إذا أنت ما بدك تستغلي وتستعملي منهم؟ السؤال حلو والجواب صريح. أنا شخص ما بيعرف يدق لفنان يقول له عندي شيء كتير حلو تعا اسمعه. وليش مش نشيطة بالفن؟ هو لأني اكتشفت أنه قد ما أعطي في حد في ليميت مرسومة ما حقدر أتخطيها، فكسلنت آخر فترة. هل قد أنت واقعية بالتعاطي مع الفن تحديداً؟ أكيد، وإلا أنا ما أعلنت ابتعادي عن الفن بالسنة 2013 وما كنت قلتها. إيه، قطعت الأمل بكتير مطارح أكيد، لأنه الدومين صعب وأنك تثبت حالك فيه وتنوجد فيه أصعب. اليوم أنت وين من تترات المسلسلات؟ كتير برمضان، حتى المسلسلات اللي خارج السباق رمضاني كمان، اليوم صار المسلسل عنوانه غنية الناس بتسمعها وبترددها بتشكل جاذب. أنت كان لك حصة بسولو الليل الحزين، صح؟ هنص يلي انشغل تحت إدارة المخرج إلي بربيري، إنتاج مي أبي رعد، منوجه لهم تحية أكيد. ليش منك غزيرة أكثر بهيدا المكان؟ بسولو الليل الحزين طلب مني تيتر، فكتبته لحنت وعملت تيتر كتير حلو وكتير انحب من الناس الحمد لله. إذا طلب مني تيتر لمسلسل تاني أنا جاهزة أكيد. بتابع مسلسلات معي؟ إذا بتسألتني من 3 سنين كتير، بس إلي سنتين لليوم ما عندي التركيز الكامل والتركيز المضبوط اني تابع مسلسل، بس قد ما بقدر بتابع. ماما بتتابع كل شيء. ده هذه المرحلة يلي من بعد رحيل جورج فيها ورح نحكي عنها، نرجع لها بالزمانات أكيد إذا بتريدي وإذا بتسمحي. أكيد. ده المرحلة خلتك هيك ب question mark بينك وبين حالك عن الحياة، عن الحب، عن
عن العمل، عن الفن، عن العطاء، عن كل هول القرارات اللي عم تاخديهم، عن كل هيدا البعد اللي اوقات بتختاريه واوقات بتنقي اي ساعه ترجع. قد ايه كانت مرحله وخبطه مفصليه؟ خليني اقول هو كف، انا بسميه كف، ما حدا بيستاهله اكيد وما حدا لازم يقطع فيه، بس الحياه هيك، ايام بتعطيك كف انت ما كنت متوقعه، والا ما اسمها حياة. وانت علاجت هذا الكف بالموسيقى؟ ايه اكيد كانت هي العلاج، هي وجورجيو وجيوفاني واهلي والاصحاب القريبة كتير كلهم لعبوا دور لانا اقدر استمر ولانا اقدر اقوى. نحن بنشوف الانسان القوي من برا، بس عطول هالانسان القوي في حوالي ناس عطته قوته، في ناس وقفت حده، ما حدا لحاله بيقدر يكمل. صحيح. انا هيك بقيت. والرد اجا هلأ بلحظة ويوم. ويوم من توقيع إلي بربري يلي ضوى التلجات بطريقة روعة بالنظرة تبعه. صح. وطلع على ماي من الداخل قبل ما يشوف الخارج واشتغل مع ماي. مدير الإضاءة والمخرج إلي بربري، مساء الخير. مساء النور، شو أخبارك؟ مساء الخير الله وإنتو. أهلا وسهلا فيك بسهرة عمر، مشكور على المداخلة على كل حال. يا هلا، مسي لك مخرج إلي. أنا هاي ما كنت متوقعتها إلي هذا الأسبوع. أنا متوقعها من زمان هيدي. هذا الأسبوع كنا بالبردات بالتلجات بأعالي كفر دبيان بمزار ببيست وردي وأعلى كمان، عم نصور بلحظة ويوم. خبرني ماي مطر الفنانة، شو الاستثناء بالتعامل مع طبعا الأشخاص اللي شاغل مع كتير فنانين، مع كتير من الوسط الفني، ماي شو الخصوصية بالتعاطي معها كإنسانة وكفنانة؟ يعني سؤالك في نص الجواب مزبوط ونص الجواب غلط، لأنه ولا مرة بتعامل مع ماي كفنانة، أنا عطول بتعامل مع ماي كفنانة، لأنه بيشرفني أنه أول ما تعرفت عليها كنا عم نسوي مسلسل سولو ليلي الحزين. مزبوط. اللي هي ألفت وغنت الجماليك الأولى وكان رائع، وبلحظتها خلق صار في علاقة كتير كبيرة إنسانية بيني وبين ماي، وفتحت بيتها لهالكرو وبهالطريقة الكتير ما في منها بلبنان، مش كل العالم يعني. هو كنت شيء لقدام أنه رح يصير في صداقة كتير كبيرة بيني وبين ماي. نعم. وأكثر من هيك أنه من وقتها لليوم أنا ماي مشتغل كتير مع بعضنا بقصة إعلانات وغيره، فوقت اجى وقت الكليب قلت له اذا بدك تعمليني كمخرج ما بدنا نتعامل سوا. ولا مره تعاملت انا وماي بشغل. صحيح. هيدا كان على مستوى ماي. الضربه الكبيره لإلي كانت وقت سمعت الغنيه. وقت سمعت الغنيه ما فيني خبرك، يعني بعثت لي الاوديو بعد 10 دقائق قلت له انسحبت، يعني ما عادش قادر ما افكر فيها للغنيه. وبليز بليز بليز هيك قلت له خليني جن، بدي اعمل شيء من قلبي. فضلا الغنيه رح نشوفها بالبريمير تبعها بالكونسرت الجمعه الجايه ب 22 شباط. انت هلا على المونتاج، يعني بعد لما شافت ولا حدا شاف ولا انا شفت شو طالع، مأكدين طالع شيء اكثر من رائع، بس خبرنا هيك شو متوقعين نشوف بهذا الكليب بلحظه ويوم؟ اول شيء رح نشوف لاول مره كليب مصور بالحقيقة، ما له ممثل، لأنه نابع من قلبه لماي وفات على قلبي لإلي، وكان إحساسه كتير عالي فيه، فمستحيل كنت أقدر أفكر أنا أنه أعمل ميوزك فيديو ما في بقلبه إحساسه لقد كبير. أكيد. أول شيء بدي أقول لك أنا بتشكرها لماي لأنه نقتني أنا أعمل هيدي الغنية، لأنه أنا اللي بتشكرك. أنا اللي بتشكرك. ابدا عن جد، يعني مش مجامله، الغنيه عن جد من اروع 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 ما سمعت، لانه نحن اليوم بلبنان متعطشين لناس يعملوا موسيقى لانه هن بيحبوا يعملوا موسيقى، مش ليكرهوا بالموسيقى للاسف. هي الحقيقيه يلي عم تحكي عنها الي على حال بحاجه لها، مثل اشخاص مثل ماي ومثلك انت ومثل قليل بالوسط الفني. انا بدي اشكر مداخلتك المخرج إلي بربيري. ميرسي إلي. وان شاء الله بكون لنا لقاء قريبا. شكرا إلي. ان شاء الله يا رب. باي باي. ثانك يو. شوفك التنين مخرج. الله راد. الله راد. ميرسي إلي بربيري، شكرا لك. ميرسي لك.
هيدا إلي يلي بدي أشكره على كلامه الحلو إلي على فكرة من القليل اللي أنا عن جد بحبهم من كتير من قلبي، لأنه إنسان كمان ما بيتعامل مع الفن ولا مع الإخراج بطريقة تجارية، إنسان بيحب شو بيعمل وبيحس بشو عم بيعمل وبيشبهني بيشبهنا. نحن كلنا أصحاب لسبب إنه عن جد الموسيقى بتجمعنا والفن بيجمعنا. صحيح، في هالشفافية هالحقيقية بالتعاطي مع الأمور، ومن هون بكل هالحقيقية وهالأحاسيس اللي عم تحكي فيهم ولدت بلحظة ويوم وكسرت الدنيا من أول نهار نزلت فيه على أنغامي، وحتى قبل لما كنت عم تعملي تيزرز. صح. ولما كلنا لما سمعناها انغرمنا مثل ما الناس سمعوا. رح نسمع مقتطف صغير. يا حبيبي شو اللي صار مبارح؟ كنت هون مبارح كنا سوا حلم نبرم سوا الكون، داري الكون مش سايا فاضي وعنده وقت ضايا. هيك بلحظة ويوم ولدت هالأغنية هالسينجل يلي عم نحتفل فيها هيدا الأسبوع، الميوزك فيديو ناطرينه. وسنة الماضية على مسرح الجميزة، مع أنه أنا للأسف ما قدرت أكون موجود، بس عرفت الفيدباك الأكثر من روعة. بس السنة رح كون حاضر الجمعة الجاية، الجمعة أول واحد أكيد رح كون بالكونسرت موجود. خبريني قدي هيدي الاستراتيجية اللي عم تعتمديها عم تشفيك شوي شوي، وعم ترجع هيك تخليك تقدمي ماي بطريقة يلي انت انضجتي فيها وكبرتي وعم بتشوف الاشياء بمنظارك الجديد فيها. صح. شوف، بعد ما انسحبت او ابتعدت عن الساحة الفنية، قلت يا ريت انا بقدر سمع الناس مثل ما انا بقعد بالبيت بدق وبغني، سمعهم كأنهم قاعدين معي بقلب البيت عم بيسمعوا انا شو كاتبة وشو ملحنة. فطلعت بفكرة احلى من هيك. في كم شخص بحب ماي مطر اليوم بحب يسمع، اجمعهم وبكونسرت يكون هالقد كوزي وهالقد زغطور يسمعوا شو انا بكتب لحن، كاني انا ببيتي، كاني موجوده مطرح ما بيريحني، كاني قاعده عم غني لحالي. وهيك الاجواء مثل ما كانت سنه الماضيه رح تكون السنه. رح روح لحميني حبيبي من اللايف كونسرت سنه الماضيه من اجمل الاغنيات اللي انا مغروم فيهم. انا كمان شخصيا رح نسمع ونشوف شو صار سنه الماضيه، ونرجع نحكي عن شو رح يصير الجمعه الجايه. يلا. حسسني بحنانك خايفي من ليلي ما فيها أمانك، خايفي بلحظة غيابة يقتلني، خايفي بعد من الأيام لاقي حالي مع خيالي ما شوفك حدي وقبالي، خايفي. هذا اللي شفناه السنة الماضية، السنة شو رح نشوف نهار الجمعة، وخاصة انه الكونسرت يلي رح يكون ريعه لهدف فيه من الخير وفيه من الإنسانية. خبريني تفاصيل أكثر معي. الكونسرت أكيد رح يضم أغاني ألبوم كل شي بذكرني فيك والأغنية الجديدة وأغاني شوية أغاني من القديم تبع معي. رح يعود ريعه لروتري كلاب ساحل متن اللي اليوم هي رئيسته الصديقة نتالي بويري، اللي أنا بوجه لها تحية كتير كبيرة وأنا شخص كتير بحبه. هني عم يشتغلوا على بروجكت عن لسرطان الثدي، إنه يعملون غرف بالمستشفيات تقدر تضم كل هالنسوان، ويقدر يكون عندهم سوشيال لايف كمان بالمستشفى بين بعض. حلو. واللي أنا بروجي كتير عبالي ادعمه، وإن شاء الله أقدر أعمل لهم شيء. أكيد رح تقدر تعمل شيء أنت وكل الناس يلي عندهم هيدي رسالة الفن الحلو، عندهم الرقي بالتعاطي اليوم بوقت صارت الأشياء شوي همجية، أشياء سريعة. صح. الأشياء خالية من الإنسانية. معي اليوم شو المخطط لقدام؟ هذا ضو غمزلنا، رح ننقل للفقرة الأخيرة بس رح أختم بهذا السؤال. أوكي. لقدام شو المخطط؟ مخطط ننزل أغاني ساعت اللي بحس إنه عندي شيء هالقد حلو عبالي سمع، ويكون مغطى عليه الإحساس أكيد، وكونسرتس إذا الله بيراد، إذا الله بيريد. أكيد الله رح يريد، وكلنا منريد أنه يكون في هيدا النجاح بالكونسرتس. ماي رح ننتقل للفقرة الثانية. أوكي. رح نروح للزمانات. أوكي. رح نرجع لورا. يلا تفضلي. ساعات كان
الزمنات، الزمنات والوقت يلي بيمرق يلي بيقطع يلي بيمر يلي بيخدنا لورا. رح ارجع على 1987 لهالعام يلي بيجمعنا اثنيناتنا لانه خلقانين بنفس السنه انا وياك. 87 الولاده، الطفوله، شو بتتذكري؟ شو هيك الصوره اللي مرسومه من طفوله مي مطر من مي صغيره؟ بتذكر انه كنت بيبي ما بيضحك كثير، ما بيحكي كثير، قليل الحكي، بس كنت كثير هايبر وكنت نص صبي، يعني ما كنت كثير عند الانوثه اللي اليوم صارت اكثر موجوده فيي. اكيد بتذكر طفوله كثير حلوه، بتذكر اني كنت كثير مبسوطه، كنا عائله كثير قراب من بعض ولازلنا اكيد. وهون بدي وجه تحيه كمان لامي وبي وخيي، نحن عائله صغيره بس عائله كثير قريبه من بعضها. اكيد زينة وموريس الام والبي يلي اكثر من حنيه عندهم، اكثر من حب مثل كل الاهل على كل صح. حال ولكن بنلمس هيدا الشيء بطريقه يلي بيوقفوا حدك فيها، بيساندوكي يلي بكل المراحل، من اول غنيه قدم لك اياها بيك بعمر 18 سنه لحديت ما كل المراحل مرقت فيهم، وهلا اولادك بيعبدوهم عباده مثل ما بيقولوا. وخيك سليم، شو بتتذكري عن الطفوله بين لما يكون اخت وخيها لحالهم، لما تكون الاخت ما عندها، البنت ما عندها اخت، شو بتصير تتطلع بخيها؟ كيف وخاصه هو اصغر منك مش بكثير، في سنتين او ثلاثه، فرق سنتين. اي سنتين تقريبا. انا وخيي ما كنا كثير نتفق نحن وصغار، ورجعنا صرنا نتفق كثير على كبر. ما كنا نتفق بمعنى تعرف، اول شيء انا اضطريت الجا للبلاي ستيشن، الجا للفروده لاقدر يعني عاشره كمان، وكنا كنت عذبه كثير، بس هلا لا انتفض وصار لا هلا بيقول لي شو ما اعمل اليوم انا ما فيي رد اللي انت عملتي فيه انا وصغيري. يعني كنت شخص كثير هايبر وهيك، وكنا نتخانق مثل كل الاخوه. بس اليوم نحن كثير شو بتقولي لهم؟ هيدي صورتكم اربعتكم الله يخليكم لبعض، شو بتقولي لهم؟ كثير حلوه هالصوره. على فكره بابا عايش برا، ما زال يعني بيشتغل بالسعوديه. صحيح. بيجي بكل مناسبه، بابا ما بيقف مناسبه لنا بلبنان، ما بيقف لو كانت مناسبه كثير صغيره او ما كثير لها معنى، على طول بيكون موجود، على طول بيكون حاضر. ماي انت خلقت بلبنان ودغري انتقلتوا على السعوديه، خبريني عن هالمرحله يلي الواحد بينتقل فيها على بيئه ثانيه، هو جاي من باك جراوند معين، من خلفيه معينه اجتماعيه دينيه ثقافيه، حتى يروح على مكان اخر. انا اول شيء وقت نقلت على السعوديه كان عمري 3 جماع، سو انا ما بتذكر بيئتي اصلا بلبنان لا انا انقل على بيئه ثانيه. فنحن ربينا بالسعوديه، انا بقول نحن ربينا، نحن من البدايه تعودنا على العيش هونيك، بس جينا على لبنان كانك نقلتنا على بيئه ثانيه، لان نحن ما عرفنا بيئه لبنان ولا عرفنا الباك جراوند هذا كله الا وقت نقلنا كلنا على لبنان. كنا نجي صيفيات، كنا نجي على الاعياد، بس نحن ما عشنا بالبلد ابدا قبل ما صار انا عمري. تطلعوا على الكوره؟ أكيد، وبعدنا بنطلع على الكورة. إيه أنا من الكورة كفرعقة كمان، وبوجه تحية لهالضيعة ولكل أهلية أكيد. من شمال لبنان. من شمال لبنان، نحن كلنا شمالية بالعائلة. حتى والدتك، والدتك من أمي من منيارة عكار، وجورج من تنورين، وستي من بشرة، ما عنا شيء إلا شمالي يعني. يعني الهوى شمالي 100% بهالعائلة. ماي هالهوى الشمالي يلي جمعكن بتربية ملتزمة، بتربية فيها الايه مثل ما فيها لا، بتربية فيها البحبوحة مثل ما فيها المحل يلي منضوي عليه ومنسكر ومنقفل ومنقول لا هون وايه هون، كيف هيدي التربية بتنقليها لأولادك اليوم؟ اليوم بس صار عن قبل ما كنت افهم اهلي كثير، يعني كنت ايام اقول يا عمي شو بصير لهم، ساعة ايه ساعة لا، ما كنت افهم من وين جايين. وانا قلتها من فتره لامي، قلت لها عن جد ماما انا ما عرفت شو يعني قيمه الام الا وقت صرت ام. ولا انسان بيقدر يعرف شو بيقصدوا اهله وشو كانوا عم بيفكروا اهله قبل ما هو يصير يا بي يا ام. فانا اكيد اليوم صرت اعرف شو كانوا بيقصدوا بوقتها بسن المراهقه، انت بتكون عم تحارب اهلك ثلاث ارباع الوقت، انه ليه بدهم، ليه عندنا دهون، ليه قالوا لي لا هون، ليه قالوا لي ايه هون، ما بنكون عم نفهم.
بس هو بيجي كله من خوف ونابع من 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 حب ومن من حنيه. نحن من بوقتها بنشوفها عداوه وهي منا، بالعكس هي اكثر من حب. طبعا هذا الحب اللي عم تحكي عنه كانوا يحضنوكي فيه حتى بالليل لما كنت تخافي. شو قصة الحرامة؟ إيش؟ كنت صغيرة، فات علينا حرامي على البيت بالسعودية، وكنت نايمة بتختي بالأوضة لحالي. بوقتها كنت أعرف نام لحالي وبطلت، فأنا ونايمة بحس بشخص عم بيمشي بالأوضة عم بدبدب. وفتحت عيوني وبلاقي زلمة غريب عم بدبدب حدي، فالرياكسيون تبعي على السريع كانت أني غمض عيوني وأعمل حالي نايمة. بس أنت بتعرف قلبي كان عم بدق بشكل مش طبيعي، والخوف اللي عشته يعني كان فظيع. لحديت ما سمعته طلع من الأوضة، وسمعت صوته بالمطبخ، والمطبخ شوي بعيد. رحت وعيت أهلي، قلت له لبابا، ماما ما وعيت، قلت له لبابا في حرامي بالبيت. قال لي مش معقول يكون في حرامي، قلت لهم بلا في حرامي، عم بقول لك فات علي على الأوضة وكنت عم برجف كلنا سوا. فبس شافني عم برجف مشي هيك وأنا مهديته بقميصته، بتذكر سحبت، كان على الحيط في عنا المسح فيها البيت يعني، اعطيته اياها وقلت له خليها معك. صار يضحك علي بعده مش مصدق انه في حدا بالبيت. فتنا على المطبخ، المطبخ معتم، ضوينا الضو وبيطلع بوجهنا هذا الانسان الغريب، بيقوم بعده المشهد قدامي، مشهد بتذكر انه انا متخبيه بقميص بيي. هو شو عمل؟ صرخ فبيي شو بدك يرد عليه؟ ما هو بيخاف كمان، صار اثنيناتنا عم بيصرخوا قدامي وانا مش عارف شو اعمل. بقوم الزلمه بيفتح باب المطبخ وبيهرب. تاني نهار عرفنا مين كان، كان شخص من اللي بيشتغلوا بالكومباوند يعمل مينتننس وكذا. بس من يومتها انا ما بنام لحالي ابدا بالليل. رعب. على كل حال انت كان عندك خطه ثانيه كمان للتخبايه، ومعك لحتى نشوف اذا بعدك بتتخبي بالغساله. ما بقى ساحه. ما بعرف يعني اذا حسب قد ايه الغساله. ما بقى ساحه. السيده زينه مطر، مساء الخير. مساء النور. والدتها لمعي، شو اخبارك زينه؟ يا هلا. الحمد لله، كيفكم انتم؟ يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هاي ماما. زينب، هاي حبيبي. كيف كانت ماي تتخبى بالغساله هي وصغيره؟ ليه؟ هيدي مره نبشنا البيت علي كله، افتكرناها ضاعت وبرمنا الكامباوند والدنيا كلها، ما كنا نلاقيها. كنت لابسه تيشيرت حمراء ومهربه اكل وقاعده بقدر الغساله مسكره الباب وعم تاكل. وتكررت هالخبرية كذا مرة أو مرة وخلص خلص الموضوع هون؟ لا، بعدين صارت تعملها تكرارا ومرارا لأنه لقيتها مهضومة. زينة خبريني عن ماي، الطفلة، هيك بدي أمرق معك بمراحل ماي. طيب. ماي الطفلة، ماي المراهق المراهقة، ماي الزوجة، وماي الأم. رح بلش معك بماي الطفلة، خبريني عنها. هادي كتير، قليلة الكلام، قليلة الابتسام، تغرق كتير 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 بحالك كانت. هيدا ماي الطفلة. إذا بدي روح لماي المراهقة، ماي المراهقة ما فيها تعيش وحدها، بدها عطول أصحاب حواليها، عطول البيت مليان، عطول في مشاريع بدها تركبها براسها وتقنع رفقاتها ويقنعوها. كانت مراهقة ثورجية؟ صبيانية، بحب العاب الصبيان، الركض، الباسكت، الكثير حركه. صحيح صحيح. اذا بدي انتقل لماي الزوجه، ماي اللي شفتوها عم تتزوج قدامكم، ماي اللي هون ببين علامات انه هالبنت كبرت، عم تترك بيت اهلها وتنتقل لبيت تانية، كيف بتوصفي هالمرحله اللي واكبتوها فيها؟ مرحله انا كنت متصورتها كثير حتكون صعبه علي لانه دليلي وقليلة مروي، اكتشفت انه كثير مسؤولة كثير. ولما صارت ماي ام، ماي مع جورجو جيو، مع جورجو جيو طفل ثالث، تنزل لعمرهم، بتعطيهم من وقتها كثير، بتهتم فيهم كثير. الله يخليكم فوق راسها لماي ولسليم كمان خيا. انا بشكرك زينه، ومن خلالك بوجه تحيه لاستاذ موريس كمان والدها لماي، بحبكم. شكرا لك، شكرا لهالمداخله. ميرسي ماما. يا هلا. هيدا هيك اختصرت لك المراحل بطريقه سريعه وحلوه ومختصره. ماي هودا الاهل يلي بيقدموا كل شيء وبعضهم عم بيقدموا
كل شيء قدامك، بعدك مغنجة اليوم لما تطلعي بأمك وبيك بتحسي حالك هيدي الطفلة الصغيرة يلي بتتكل عليهم بكل شيء؟ اي بعدني بتكل عليهم بكل شيء، بعدني بحس اني عايزتهم بحياتي بكل مرحله، وبحب شوفهم حوالي كل الوقت، وبقول انه كتر خير الله عندي هيك اهل، هالقد محبين، هالقد بيعتلوا هم، هالقد موجودين، هالقد اصلا بحسهم قراب من عمري. يعني انا وامي وبي بنطلع عم نسهر سوا، بنطلع نرقص سوا، بنطلع بنعمل اي شيء بقدر اعمله انا واصحابي، بعمل هالشيء معهم. فكتر خير الله على النعمة، ومحبتهم لجورج وجيوفاني اللي بدون علي بشكل غير طبيعي. مرة بي قال لي لو بيجي ولد الولد قبل الولد قدي أحلى، هالقد حبوا جورج وجيوفاني وهالقد بديينهم على الدنيا كلها. يعني بي بيجي كل جمعتين ثلاثة على لبنان بس تيشوفوا. ماي رح أحكي معك عن الحب، عن الحب يلي أوقات صورته بتكون ملمعة وبتنكسر. بعد الفاصل رح أحكي عن ماي الأرملة، كلمة يمكن أنت تحديتيها، كلمة طلعت بفيديو على سوشيال ميديا حتى كل مرة مرقت بهالتجربة مثلك تقدر تتقوى، تقدر تطلع من هالحالة اللي هي فيها. ماي اللي انتصرت على الحب بالحب بالهدوء، بعرف مرحلة ما أنا سهلة أبدا، ولكن بجورجيو بتجيو بعيونهم بتشوفي جورج، بتشوفي الحياة اللي كنتوا عم بتخططوا لها مع بعضكم. هذا الحب رح نحكي عنه بعد البريك، وبعد الحلقة طويلة رح نسمع كمان بعدين ضحك وأخبار وأسرار وأغاني، وبختام الحلقة نسمع السنجل الجديد كمان لايف على المسرح عنا. بريك تاني بحلقتنا مشاهدينا، وبنرجع لحتى نتابع مع نجمتنا بهالحلقة ماي مطر. بذكرني فيك كل الطرقات كل الطهرات حتى القعدات، كل شي بذكرني فيك. جعلي يا حبيبي قلبي كتير مشتاق والدمع بعيوني، اللي ليش بعدت هيك عطول ببالي. بكل رومانسية بكل حب بكل صوت مليان مشاعر متابع سهرتنا سهرة عمر مع مي مطر. بعدنا بالزمنات، بعدنا بالوقت يلي بيمرق يلي بيقطع بالحياة، يلي مثل ما قلت من شوي الواحد بيأكل كف فيها بيوعى، وأوقات ما بيكون أبداً لا متوقع ولا مستوعب. ماي أنت من الأشخاص اللي طلعت صرخة لما وهذا واقع عشتي وواجهتي، ماي أرملة يلي فقدت زوجها، هذا كان لقب صغير عليك بعمر صغير ما كان ابدا متوقع. هلا قديه موت جورج، الحب يلي كنتوا عم تبنوه سوا يلي ما زال مستمر اليوم على طريقتك بايمانك بصلاتك بالاشياء الذكريات من خلال جيوفاني وجورجيو اليوم يلي بتشوفي جورج فيهم كمان، كيف تلقيتي هيدي المرحله ماي؟ مرحله كانت كتير صعبة وأخذتني كتير وقت لأني أقدر استوعبها. يعني بفترات حس حالي بلشت أفهم أو مش أفهم، بلشت أتأقلم نوعا ما، وأيام حس حالي عايشة ب denial، يعني مثل ما عم صدق، ما بدي صدق، مش مزبوط، ما صار هيك. أيام كون كتير قوية وبلشت فكر أنه خلص أكلت كاف، شوف شو بدك تعملي، مجبورة تكملي. وأيام قول لا شو صار، كيف صار هيك، ليه صار هيك، ترجع فيه الذاكرة غصبا عني لنهار هيدا النهار الحادث البشع. ايام لا جرب عالج حالي بحالي، اكيد انا رحت عند حكيم نفساني وتعالجت لفترة طويلة
والحمد لله صرت كتير أحسن واستوعبت وطلعت بقرار إنه أنا ما عندي حل أصلاً. ما عندي أصلاً مجال أقرر. ما حدا أعطاني الخيار دوزوبسيون قال لي إنه عندك هاي أو هاي نقي. جتني أوبسيون واحدة وأنا مضطرة أكمل فيها. رضختي لهيدا الواقع يلي انفرض عليك ماي. ماي إذا بتقولي إيه وبكل صراحة نحنا فينا نلعب فيديو بيخدنا لبداية قصتكن بالزواج لقصتنا الغنية يلي جمعتكن وبدي أشوف من بعده كيف بتكمل القصة. إذا بتقولي إيه منحط الفيديو، إذا بتقولي لا ما منشوفه للفيديو منمرق عنه بروح لمكان آخر. بدك نشوف الفيديو؟ أنا أصلاً بشوفه من وقت لوقت، ما رح تفرق هلا. رح نحضر. مرضى أهلي خلينا نكمل سوا يحكمنا زم قصتنا نجح فينا الهوى يضل سنين بسيرتنا. أنت قلبي أنت أنا أنت المنك عمري ارتوى. هيدي القصة اللي هيك بلشت ما خلصت مثل ما أنت كنت بتحلمي ومثل ما جورج كان بيحلم ومثل ما كلنا كنا منتوقع انها تخلص. القصة عم ترسميها بكمالة تانية اليوم. بس تطلعي بس تفكري داخليا شو بتقولي له لجورج كيف رح تكمل هيدي القصة، قصة الحب يلي كيف رح ترسميها؟ جورج كان عطول يقول لي انا حبيتك لانك هيك، لانه عقلك هيك، لانك بتفكري هيك، لانك بتعملي هيك، لانك مجنونه هيك، ولانك مهضومه هيك، ولانك بتضحكيني هالقد. قررت كمل مثل ما انا، ابقى على انا، مثل ما انا كنت حب حالي كمان. اكيد كل شيء تاني تغير، كل شيء بنقشعه اليوم غير، كل شيء صرت شوفه غير، الحياه كلها تغيرت بالنسبه لي. بس انا ما تغيرت ولا بدي اتغير، لانه انا حبيت حالي هيك وهو هيك حبني. في شغله واحدة ما رح تتغير، قلبها للماما. يلي رح يضل دايماً ملك جيوفاني وجورجيو. جورجيو أكيد أكيد رح نسمع. يلا يا قلبنا الماما يهدي من السماء غيرت حياته وبدلت معنى الهوى غيرت حياته وبدلت هودي جورجيو وجيوفاني يلي عم يكبروا قدامك يلي قصتهم انت عم بتكملي لهم اياها اليوم. ماي هي الام وهي البي وصعب هالدور يلي عم تلعبه. قد ايه لازم يكون في دوب الحب ودوب الحنان ودوب هيك الواحد يكون رايق اكثر. دائما بالعلاقات الطبيعيه حدا بيرخي الحبل، حدا بشد، حدا بيقول ايه، حدا بيقول لا. كرمال هيك ماي بدها تقول الايه ولا شو بدها تعمل؟ كرمال هيك ايه بشوف حالي مفصومه شخصيا، يعني ساعه بشد ساعه برخي، انه انا شو بدي اكون الشخص اللي بذات الوقت انه اللي بده يربي، والشخص اللي هالقد ماني قادره اشوفه. مثلا هذيك النهار ابني عمل شيء غلط، قلت له ضب اغراضك ممنوع بقى تلعب، فعم بيبكي ويدب اغراض، وحملت حالي وطلعت من برات مش قادره اشوفه عم بيبكي يعني، بس ما بدي اكسر كلمتي. فاولادي بحس بيطلعوا فيه اليوم انه هاي منا نورمال، هاي مفصومه شخصيا، مش معقول. طيب ما هلا كانت يي وهلا عم بتصرخ وهلا عم بتعيط، غريب. ايه غريب، ما بعرف شو اسمه هيدا، غريب. مش مفصومه معه. بس انه مجبوره لا. العب دورين. بس على كل حال انت من الاشخاص يلي هالقد عندهم متابعة على الأمور وخاصة مع أولادهم ماي. مثل كل ولد في أوقات ولد بيكون هايبر أكثر من الثاني، وخاصة أنه هن توم صح. كمان مين هايبر أكثر من الثاني؟ جورجيو. لما جورجيو كان بفاز هيدي الكريزة يلي بيصرخ فيها وهايبر وبيعمل، رحت شفت بسيكولوج وقالت لك بوقتها يا مدام لما يكون عامل كريزة وعم بيصرخ وهيك. انت بتحب هالقصة؟ كثير بحبها. انت بتضحكك هالقصة؟ هي بتضحك. شو قالت لك؟ خبريني. رحت لعندها انا والصبي وقلت لها يا عمي بيعمل كرايز يعني؟ قالت لي ما كل الاولاد بيعملوا كرايز. قلت لها لا بس انا ما عم بعرف اتعامل معه، الصبي عم بيقعد على الارض وبيقعد بخبط بايديه بهالشكل، شو لازم اعمل؟ قالت لي خبريني انت شو كنت تعملي. قلت لها في مرة عيطت عليه. قالت لي لا يا مدام ما بيسوى تعيطي على الولد، بصير يصرخ فوق صوتك وبتعلميه على صوته. قلت لها طب سوري. قالت لي قلت لها شو كان لازم اعمل؟ قالت لي غير ايام. شو عملتي خبريني؟ قلت لها في مره زربته بالاوضه. ايه
زربتي بالأوضة؟ اوعى اوعى، بركي وقعت الخزان عليه، بركي وقعت تخت عليه، بركي وقعت الدرفة، كيف بتتركيه لحاله؟ قلت لها طيب طيب، في مرة صفقته على ايده هيك صفقة صغيرة. لا، عم بتعلميه يضرب، عم بتعلميه يكون اجريسيف، ما بيسوى. قلت لها طب حيرتيني، شو لازم اعمل؟ كيف لازم انا جاي لعندك تطوير، كيف لازم اتصرف؟ قالت لي بتروحي لعنده بس يعمل الكريزة، بتوقفي حده بكل رواق، بتكتفي ايديك، بتقولي له جورجو وطي صوتك لانه انت وعم بتصرخ انا ما بقعد بسمعك، انا مش عم بسمعك. قلت لها بس هيك؟ قالت لي هيدا الحل. رجعنا على البيت، مرق على خير نهارتها، تاني نهار بلشنا الكريزة. بتقوم مي، بتوقف هيك حده، بتكتف ايديها، مبسوطة، ناطرة التجربة، ناطرة شوف أنا التحسن اللي بده يصير، إنه كيف ابني رح يروق لأول مرة. هو عم بيصرخ الصوت هيك آه آه، وأنا واقفة حده، كتفت إيدي، وطيت شوي عليه، قلت له جورجو مش عم آه، قلت له جورجو مش عم آه، قلت له ما عم بقدر آه، يا ماما مش آه، قلت له ما عم بسمع. فما نفعت، نهاية ما نفعت، ما نفعت خبري أبدا. نفع الأيام بس كبير، تغير، واليوم وقف يعمل هيدي الكرايز لحاله بدون اي مساعدة. وهودا هنا الاولاد بيتغيروا بيكبروا. بس قلت بجرب يا عمي، بركي الصبي بصي. وهيدا هي الحياه مع الاولاد اللي بيكبروا وبيصيروا هن عم يعملوا خيارات. رح نروح للاسرار. ماي الفقره الثالثه، تفضلي. وين بقعد انا شادي؟ هون؟ ايوه اوكي. أسرار هي الفقرة الثالثة يلي منتقل لقلها. أنت شخص عنده أسرار بحياته عادة؟ ما كتير بحس عندي أسرار صراحة، يعني قدام غيري يمكن ما عندي ولا سر. لا، مني شخص بخبي ولا بحب يكون عنده أسرار. شفافة بالتعاطي جد مع أصدقائك، مع أهلك، أكيد. مع الوسط الفني حتى، أنت هالقد عندك شفافية، عندك أوقات نوع من كمان مصداقية. صح، مش الكل بيتمتع فيها بالوسط الفني. الحمد لله. لا بس عن جد ما بعتبر عندي أسرار. يعني الإعلامية رنا خواند، مساء الخير. مساء الخير شادي، حياة صديقتنا وزميلتنا وحياة قلبها لما يؤختها، حياة قلبي تانية يلي دايما فيها الصداقة الحلوة. أنا شهادتي مجروحة برنا وبتلفزيون لبنان كمان. يعني شو بدي أحكي عنا لرنا؟ شو معقول قول؟ هيدي حبيبة قلب الكل. رنا مساء الخير. بونسوار شادي، بونسوار لكل مشاهدي تلفزيون لبنان، وانت معزتك كثير كبيره عندي، واكيد مايوشا حبيبي بونسوار. يعني الليله يمكن الليله الوحيده اللي مش مقضيينها سوا لانه انت اخذتها مني. سرقت ماي منك لحتى انا وياها نكون سهرانين بسهره عمر. رنا خبريني اول شيء، ما يلي يعني بالصداقه بنيفو بروفيسيونيل كمان، انت من الاشخاص يلي حاوروا ماي، انت من الاشخاص يلي صاروا اصدقاء مع ماي، فاتوا على حياتها وفاتت على حياتهم، شو استنتجتي من ماي يلي مرقت بكل التجارب بكل المراحل الفنيه والانسانيه والشخصيه؟ شو ماي اليوم؟ بتعرف شادي اوقات الصدف بالحياه او لحظات بتكون انت ما بتعرف ليش بتصير بالحياه بس بتكون لها هدف. مره قلت لها لماي انه نحن يمكن انحطينا بطريق بعض بهالحياة لهدف معين ما كنا نعرفه. أول مرة تعرفت على ماي كانت مستقبلتها براديو دلتا معاد خلال برنامجي، وهيك صار في مثل تليباتي بيناتنا وكاريزما هيك أول مرة، وكتير هيك حبينا بعض وصرنا أصحاب، وصرت تتطور الأمور وأمور وأمور بين بعض لصرنا عن جد من أعز الأصحاب، ولبل أكثر من هيك نحن صرنا مثل الأخوة اليوم. ماي شخص كتير قوي، ماي شخص عن جد يعني إذا بتقعد معه وبتحكي انت وياه مش شخص هيك شيء سو ديب، يعني فيك تقعد معه وتفتح احاديث طويله ساعات وساعات وساعات. وغير هيك ماي اليوم وبعد كل شيء قطع معه بحياتها بتعلم الشخص اللي حدا عن جد يكون قوي، وبظن انه نحن قوينا بعض بكثير محلات، وهي علمتني كثير. يعني هي شخص فعلا جبار،
شخص كثير صلب وشخص قوي يعني، وهي حدا مناضله وما بتستسلم ابدا، بعمرها ما رح تستسلم. حبيبتي انت اللي قويتيني كثير، معلش شادي خليني اقول تفضلي. رنا اليوم كمان خطف بيا كانت صغيره كثير، ووقتها صارت مع الحادثه وصرت اطلع برنا وبامها وكيف عايشوا، وبدي وجه تحيه كثير كبيره لاما انا ايام بقول لها انت قديسه قد ما هي ام قدرت تعمل عندها رنا ورواد وربيع. انا مش شايفه مثل اخلاقهم ولا نفسيتهم بين كل البشر بصراحه، بصير اقول انا انه كيف، وبصير اتعلم منها بلا ما تنتبه، وبصير شوف رنا قد ايه قويه وكيف عملت حالها بحالها وكيف اليوم وين صارت وقد ايش هي حدا كل الناس بحبها وكل الناس بتحبها وكل الناس بتحكي عنها. بعد بتتساهل اكثر من هيك، اكثر من هيك بكثير، وبكل امانه فكر من هيك بدون انه لا هي كمان قوتني كثير 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 بلا ما تنتبه، لانه احنا ما كثير بنحكي بالمواضيع الحساسه قليل. شو حلو رنا خواند، يمكن القصه اللي جمعتك بماي في جزء منها. انا كمان تعرفت على ماي لما كنت بتلفزيون الفيوتشر، لما عملت معها لقاء لبرنامج ناس وناس لزميل ميلاد حتشيتي، بوجه له تحيه كمان زميلنا. هيك تعرفت على ماي، وتطورت العلاقه الفنيه والعلاقه البروفيشنال لعلاقه صداقه يعني نفس اللي قلتي كمان انا قدرت اختبره بمكان ما. شيل كل شيء هلا على جنب، خبريني الوجه الاخر، حبيت الضحكه، خبريني الوجه الاخر لماي يلي حتى انا ما ممكن اعرفه. هيك شو في اخبار رح تتذكريهم للعمر انت وماي مطر؟ في كثير اخبار قد ما تخبر، لك في اشياء بتتخبر في اشياء ما بتتخبر، يعني هيدا تبع تحت الطاوله، لك الاشياء اللي ما بتتخبر اكثر لانه ماي شخص انا مسميتها دينامو الجروب. ماي ما في قاعده بنكون قاعدين فيها الا ما ماي تزرع فيها الفرح، بتضحكنا بس بدي اقول لك شغله، بتحب كثير اصحابها بس عندها شغله، عندها هواية انه تعمل فينا دروبة، ما بعرف ليش، وانا بكره حدا ينقذني وهي حاطة راسها براسها بدها تنقذني. لا والحلو انه انت دايما كل مرة بتنقذي بنفس الطريقة. نفس الطريقة لدرجة كل ما كنت طالعة لعندها على البيت بكون مرعوبة عم بتطلع شمال ويمين وين ممكن تكون مخباية بأي قرنة بدها تطلع لي من شي محل، فدايما هي هيك عندها هيدا الكاركتير الكتير حلو الكتير مريح بتضحكنا كتير. وكمان ماي عندها شغله هيدي انا بعيني منها، معلش ما يوسف في فشخل اليوم. ايه تفضلي هون يعني ماي هيدا ماي المنبر منبر سهره عمر لفش الخلق، تفضلي تفضلي. ماي عندها غرام بالاكل، بتحب كثير يعني اول شيء بتقول لك شو بدي اكل هلا، شو بدي اتعشى، يعني مشروع الاكل عندها دائما، فدائما على التليفون وين صرتي؟ يلا جعت بدي اكل، انا مدركه بدي اوصل فتاكل الست ماي، بوصل هيك بقعد معها ما في خمس دقايق بتكون اكلت الطاوله ك... وانا بحس حالي عم بعمل طبق معها بالاخر، قلت لها لكن ماي انا عم بتعذب نفسيا فيك تاكلي عم مهلك ما بقى ملحقت لك كل شيء بيخلص معها بثانيه، فهيك كثير لحظات مضحكه ومهضومه. فشيت خلقك صديقتي رنا، اذا بدك بنعمل حلقه ثانيه كمان هيك بتفشي خلقك على الاخر، اذا بعد في اشياء ما تخليهم بقلبك الله يخليكي. في كثير في كثير رنا لحتى في وحده تفضلي كثير مهمه، اذا سالتها لماي اليوم انت شو كنت لو ما كنت فنانه شو كنت بتعملي؟ انت برايك شو كانت بتكون معي على خبرتك؟ ما بعرف اذا اختبرتها معها اخر فتره هالخبريه. طباخه؟ لا يا ريت، ماي معها شهاده شهاده وهميه بالدكتوراه، دكتوره بكل انواع الطب. حلو. شو بتحب؟ موجود عندها. بكل الامور الطبيه ريفرنس معي. بدي اقولها بس هيدي الشغله هي يمكن نسيتها بس قالتها قدامي مره انه هي اذا كانت بدها تعمل شيء كانت بتعمل راديولوجي لانه بتحب كثير تقرا لما تعمل سكانر او لما تعمل صوره او اي شيء، فعلا بتعرف تقريها مثل الطبيب، كيف قدرت تعمل هيدا الشيء ما بعرف، وعن جد اليوم صرت كل ما يكون بين شيء لما يوسف مثلا ليك زعيم عم بيجعوني شو باخذ دواء، مش بس بتقلي شو الدواء، بتفكر لي عنه من الالف الى الياء يعني دغري صارت ريفيرنس طبيه. انا يمكن بعد لان ما صار ولا اختبار بعالم الطب مع ماي مشان هيك معرفت قدرت الاكل لانه كل العلاقه علاقه جاسترونومي هلا واكل طيب. رنا خواند زميله وصديقه واعلاميه بنحبك انا وماي وبنفتخر فيك وزميلتنا بتنوري صبحياتنا بتلفزيون لبنان وعبر هوا اذاعه دلتا كمان. شكرا لمداخلتك رنوش، بحبك كثير.
وانا كمان بس بدي اقول شغله قبل ما اختم. تفضلي. انه ماي بالنسبه لي بدي احكي على الصعيد الفني، ماي بالنسبه لي فنانه فعلا حقيقيه، اختارت الطريق اللي بتشبهها، وهيدي الطريق اللي بتشبهها هي اللي عملت منا اليوم الفنانه المقدره جدا، وهي بتعرف هيدا الشيء. بس انا بدي ارجع اقول لها انه انت اكثر من هيك بكثير، ودائما بتساليني انه يا رنا انت هيك عم باب المزح، عندك كثير اصحاب وكله بي اف اف، انا وين محل من الاعراب؟ هيدا على باب المزح بتسالني. بدي اقول لك اليوم انت ما عندك صديقه لا قريبه ولا بعيده، انت اكثر من هيك، انت الاخت اللي انا ما كان عندي اياها، وانا سندك ورح ضل سندك الى ما طلع عمرك. حبيبه قلبي يا رنا، بحبك رنا خواند. شكرا لهالمداخله رنا خواند مشنطف، ما فيني ما انسى هادي، تحيه لهادي كمان اللي بحبه كثير كمان. شكرا لك لهالمداخله، ميرسي رنا. شكرا يعني رنا في لها هالمحل السبيسيال اللي موجود مطرح بقلبك، ما بتعرف تلغيه، ما فيك تلغيه، يعني ما بتشبه حدا، إنسانة عن جد استثنائية، وأنا بحبها قد الدنيا وإخت بكل معنى الكلمة، وعن جد هي قوتني كتير وكانت بمطرح بحياتي كأنه مرسوم ومكتوب. أدي اليوم كمان مع ابنها لرنا صار في بلاي ديتس مع أكيد. جوفاني وجورجيو وقراب لعمر بعض، وبعدنا ناطرين يكبروا لنصير ناخدهم سوا ويكونوا هالقد قراب وأصحاب مثل ما نحن أصحاب إن شاء الله يا رب. أكيد عكس حلقتهم الأشخاص اللي بيعطوا وقت لأولادهم لهيدا الوقت يلي رح نشوف كيف ماي بتقضي وقتها مع اولادها. وكمان ماي عندها مالتي تاسك، موهبه بتدقي على كذا آلي بنفس الوقت، يعني هيدي سابقه لا مثيل لها. وبعد البريك رح نسمع ماي عم تحكي خليجي، عم تحكي سعودي، لانه تتقن هذه اللغه. مشاهدينا بريك اخير بياخذنا للقسم الاخير من سهرتنا، سهرتنا اللي مزينه الليله اكيد بنجمتنا مي مطر، ومزينه كمان مع فوفر، مشكورين على الزهور، على الاضاءه الحلوه، على الشموع، على المود الحلو. فوفر بجونيا يلي زينوا لنا الاستوديو للويدنج بلانينج ولكل الايفنتس، فلور الايفنتس عندكم فوفر نمبر 1. ثانك يو لزين الحلوه. بريك اخير ومنتابع مع نجمتنا مي مطر. مشاهدينا متابعة نحن وياكم ختام سهرة عمر القسم الأخير منا. أكيد بذكركم أنه هالحلقة فيكم ترجعوا تحضروها صباح الأحد بتمام الساعة 11:30 صباحا بتوقيت بيروت عبر شاشة تلفزيون لبنان، أكيد عبر اليوتيوب تشانل، وتواصل دائما من خلال هاشتاغ سهرة أندرسكور عمر على سوشيال ميديا، عندي على سوشادي ريشة على تويتر إنستغرام، وأكيد التواصل رح يكون مع ضيفتنا at my mother official. كمان كلنا عاملين لك فولو، كلنا منتابع الفيديوز المهضومين يلي بتحطيهم ماي متابعين. بعدنا بالفقرة ما قبل الأخيرة الأسرار، كنا عم نحكي عن علاقتك بالولاد، عن قدي بتعطيهم مساحتهم وقتهم، قدي حتى على السوشيال ميديا بتعرفي كيف تضوي عليهم. في سيلابريتيز، في نجوم ما بحبوا يضوي على أولادهم. لا أنا ما عندي مشكلة صراحة، ما بعرف ليه، يمكن في ناس عندها مشكلة، ولا مرة سألت ولا مرة عرفت، بس أنا أكيد ما عندي مشكلة أبداً، وبحب بينهم، بالعكس قد ما أني مبسوطة فيهم بحب عن جد فرجيهم للسوشيال ميديا. رح نشاركهم مع المشاهدين، مش بس رح نشاركهم على السوشيال ميديا، منشوف سوا. جورجو جيوفاني، مين بتحبوا أكثر، ماما ولا ماما؟ ماما. حياتي جورجو، أنت مين بتحب أكثر، ماما ولا ماما؟ ماما. حياتي. Vamos en una playa en Puerto Rico hasta que las olas se llenen y bendito para que me sientas casi conmigo. Pasito a pasito. Hi Jesús. Banana. Hi Jesús. Mantija. Mira este mango. Mango. Hi Jesús. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? يعني هذا الوقت اللي بتقضيه معهم قديه بيسوى الدنيا كلها. انا معروفه انه من الساعه 3:30 للساعه 7 انا اوت اوف سيرفيس، يعني كليا لو شو ما كان عندي 3:30 لنقول لانه بيرجعوا من السكول، من الجاردوريه، من البري سكول خلينا نقول، وللسبعه لوقت حمامهم ونومهم انا موجوده معهم،
وشو ما بيصير معي بجرب يعني قليل 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 ما اتركهم بهالوقت بس، وعلى طول بلغي مواعيدي يعني بمشي على حسب انه يا قبل 3 ونص يا بعد 7، يا قبل 3 ونص يا قبل بعد 7، لانه بدي اقضي معهم اكثر وقت ممكن. قد ايه الامومه الواحد لما يختار مؤسسة الزواج الشراكة الأمومة اليوم، يعني جوفاني وجورجيو اليوم بياخدوا كل وقتك ماي، وانت ولا مرة كان عندك هيدا هاجس الفن يلي بس ركدة ورا حفلاتك وشغلك والسنجل كل شيء بتعطيه وقته، وحتى مستعدة انك تتركي كل شيء وتكرسي بس حياتك لألهم، وخاصة مع الظرف يلي اليوم أكيد. انت تخطيتيه وانت عم بتعوضي كمان حنان وحب بي مش موجود فيزيكلي ولكن أكيد. انت عم تحسسيهم بوجوده لجورج بكل الاشكال. اكيد مثل اللي قلته اكثر من الحقيقه، يعني هذه حقيقه وضع اليوم وحياتي اليوميه هيك عم بتكون، واكيد اليوم انا بالنسبه لي هن كل شيء وما بدي شيء ابدا ابدا عليهم ولا على مستقبلهم، ولا بحبكم موجوده بكل لحظه، بحبكم موجوده على اول كلمه، بحب مثل ما كنت موجوده على اول مشي، بحبكم موجوده على اول باول كل شيء بيعملوه، ما بتخيل حالي اني مش موجوده باللحظات اللي عن جد بحب شوفها انا بعيوني. فبدي اشوف كل اللحظات بعيوني، وهذا الشيء اخترته وزاد اكثر من بعد الحادثه. اكيد صرت احس حالي انه لا عن جد انا اقرب، صرت اكثر لالهم، صار بدي اكون كل الوقت معهم، وان شاء الله يا ربي تشوفهم احلى واكبر شباب. اكيد اكيد رح تشوفيهم احلى وشباب هيك سند لإلك ان شاء الله يا رب. على الحال انت مش بس بطله بالامومه والمدافعه عن حقوق المراه وبطله بالحب وبطله بالحياه، انت كمان بطله بالسكواش كمان، ومش بس بلبنان، بالبحرين. ليك ثاقبت، لا عم بمزح. تمرنت كثير، لعبه كثير بحبها، وحطيتها براسي من سنتين لليوم، وقلت انه انا بدي اربح بطوله. صرت اتمرن مش 3 ايام بالجمعه، كل يوم كل يوم ساعات ساعات ساعات. ورسميا اختم الميداليه وفي صور مقرشفه بهذا الموضوع، نعم يعني نعم. ما في مزح، بطوله لبنان، واخذت الثالثه ببطوله الجمهور والثالثه ببطوله تجعيطه، والاولى بفئه الومن سي اخذت البطوله المركز الاول ببطوله لبنان، ورحت على البحرين وقررت اني اشترك كمان ببطوله البحرين وربحتها، وكسحت الدنيا بالبحرين كمان. رجعت هيك مع شي 7 ميداليات. قد الرياضه هيك فيها نوع من متنفس اخر، يعني كيف الفن في نوع من حريه، في نوع من مكان الواحد بيلجا له، الرياضه كمان الرياضه فيها ادمان، يعني انا بوصل لمراحل بقول انا مدمنه رياضه، انا مدمنه بهاللعبه، انا ما فيني يمرق وقت ما العب ما اتمرن، خلص بس تحب اللعبه بتتعلق فيها وبتصير مدمن لها. والرياضه كثير منيحه لانه بتعطيك مجال انك تتنفس، بتعطيك مجال، بتعطيك انرجي، بتحس حالك عندك ليونه اكثر، بتفضي، خصوصي هاللعبه كلها خبيط، يعني بتحس حالك عم بتفش كلك، عم بتطلع انرجي كلها. اكيد شغله حلوه. ماي على كل حال من الاشخاص اللي اكثر من موهوبين واكثر من مثقفين بالموسيقى، وعندهم اتقان وحشريه كثير مهمه وذوقها رفيع بالفن، رح نشوف سوا. هيدي المالتي تاسكينج، مالتي تالنتد ماي، قد عندك حشرية بالموسيقى بتختبري؟ حشرية بالآلات، ما بحب يكون في آلة ما عندي إياها، أو أتليست إذا مش تقنتها أكون بعرف ألعب عليها. أكيد عندي حشرية كتير كبيرة، وأيام بكون محل بشوف آلة غريبة بدور الدنيا، ودائما بتعملي أجواء يعني مع قعداتك مع الكل بنشوفهم، مع أدال جمال الدين من وجه لها أنا بوسها وبحبها، وأختي كمان تحية كتير كبيرة لها. مع بريجيت ياغي تحية كثير كبيرة لها كمان، مع قليل لحود. شو بدنا نقول يا عمي؟ طيب بحبهم كلهم كثير. رنا خوند، أسعد خطاب، شادي ريشا. تحية لإله لإلك، وأنتم من الناس القليل اللي هالقد شفافة وهالقد نظيفة عن جد بهالدومين، عن جد ميرسي. بالعكس، شكرا لصداقتك، شكرا لإنك هالقد إنسانة حقيقية وجنروز، بتعطي حتى بالصداقة من دون أي مقابل.
هذا ضوء غمزلة. رح ننتقل للفقرة الأخيرة هي الصحافة. تفضلي معي. مش بس مفكرة مصرة. الصحافة الفقرة الأخيرة، ومع بكون عنا حصة دائما مع الصحافة يلي دائما عندهم حضور ببرنامجنا ومنتوج حلقتنا معهم. الليلة بدي أقول مساء الخير لصحافة بعز عليك وعلي، الصحافة والإعلامي زكريا فحام. مساء الخير. يسعد لي مساك ومساء كل المشاهدين الكرام ومساء النجمة الراقية والمتألقة دائما ماي مطر. اهلا وسهلا فيك زكريا. يا هلا. الختام معك سؤالين بتطرحهم على نجمتنا ماي مطر بختام الحلقه، تفضل مباشره الى السؤال الاول. السؤال الاول، ماي مطر في مسيره طويله بيني وبين على الصعيد الشخصي والصداقه والعائله والصعيد الفني. بعرف انه ماي من الاشخاص اللي بحبوا الحياه، بحبوا يعيشوا، بحبوا بيقدروا الحياه. ماي كانت بمسيرة فنية كتير حلوة وفترة اعتزلت الفن. سؤالي لإلها، شو اللي خلاك ماي انك انت ترجعي تتراجعي عن اعتزالك وترجعي للفن مجددا ولكن بنمط جديد، بصورة جديدة، بقالب جديد؟ انا قررت ابتعد وقلت وقتها باللي كتبته انه أنا كلمة اعتزال كتير كبيرة علي، أنا بدي ابتعد عن الفن لأنه اليوم أنا مش حاسة قادرة أعطي أكتر من هيك بهذا الدومين وما كنت حبته. بس أنا رح أرجع نزل قصص قريبة لإلي. وقتها كنت نزل أغاني كانوا عطولي يقولوا لي ما تنقي هالغنية لأنه هاي ما بتمشي بالسوق أو هاي ما بتمشي بالسهرة، سو كنت غني عطول اللي بحبه بس مش أحلى شي عندي واللي أكتر شي بيمشي مع السوق. فرجعت اليوم تغني اللي أنا بحبه لو ما بيشبه السوق ولو ما بيمشي بالسهرة ولو ما بينحط وين مكان. قررت أني أرجع نزل الأغاني اللي بتشبهني واللي أنا بحبه وما بقى يهمني مين غيري بحبه واللي أنت مقتنع واللي أنا مقتنع فيها. تفضل زكريا سؤال آخر. السؤال الثاني اليوم، بما أنه نحن بموسم هلأ ومناسبة عيد الحب وعيد العشاء، ماي أنت فقدت أعز إنسان بحياتك، هو شريك حياتك، هو أبو ولادك. اليوم بهالمناسبة بمناسبة العشاء أكيد هو عم يسمعك، شو بتحب تقولي له بهيدي المناسبة؟ شو الرسالة اللي بتوجهي له إياها؟ إف شو بقول له؟ شو في بقلبك حابة تحكيه؟ بقول له إنه على طول بحكي معه بطريقة أنا عم بتسأل عليه ويتسأل علي لأنه هو كان كتير يتسأل علي، يعني كان كتير بيقولوا بالعربي مش عارف رح يستلمني. فعطول بقول له اذا بدي اقول له شيء بقول له شو سائل فليت هالقد بكير وهيك كيف قدرت تفل. وبعرف انه ما كان قراره واكيد هو كان حابب يبقى اكثر من هيك. وبقول له انه رح اعمل جهدي انه ضل مثل ما انا ومثل ما عرفتني. هيدا الحب يلي بيلمع بعينين ماي وهيدا الإرادة وهيدا الرسالة يلي الماي بدها توصلها اليوم لكل امرأة، لكل سيدة، لكل بنت. الحب له كتير أشكال، هذا شكل من أشكال الحب اليوم. بس عندي بعد شغل كتير. تفضل يعني ما رح قلك نختم معك. تفضل قلي. حابب كمان تقولي لكل إنسانة فقدت الشريك حياتها، هيدا الفقدان شو علمك؟ شو علمك وشو الرسالة بتوجهيها لكل ست اليوم عاملة الأب وعاملة الأم وعاملة الصديقة للعائلة؟ شو الرسالة بتوجهيها وشو علمك هذا الفقدان؟ سؤال حلو. بقلها أن أنا تعلمت أن الحياة هي مجرد لحظات، لحظات حلوة ولحظات بشعة، مجرد مراحل منقطع فيها منا مطولة. تعلمت أنه ما إلها قيمة والقيمة اللي منعطيها للحياة كتير كبيرة ولازم عن جد نتعلم انه ما في شيء محرز وما في شيء. اليوم انا بطلت ازعل من ولا انسان، قبل كنت يمكن ازعل من موقف معين، اليوم انا ابدا ما بزعل، ابدا ما في شيء محرز، ابدا بحس انه منا محرزه. بقول لكل مره اليوم عم بتعيش الموقف اللي انا عشته
انه كملي وخلي في امل، لانه انت ما نعطاكي اوبشنات. طلعي لقدام، عيشي حياتك، كملي حياتك، ما حدا له معك، ما حدا له يقلك شو تعملي، ما حدا يحس حاله مسؤول عنك، انت مسؤولة عن حالك ومسؤولة عن أولادك. عيشي حياتك مثل ما بتبسطك ومثل ما بتحبيها تكمل، لو شو ما عملتي إلك حق. حلو كتير، حلو حلو، شكرا لك مي مطر. زكريا فحام اعلامي وصحافي، بنفتخر فيك، شكرا لهالمداخله. بختام سهره عمر، متى احلى نجمه معك، باخلاقها وبطيبه قلبها بتواضعها، بيتقدم عليك ومتى كل المشاهدين. يا شكرا لك، شكرا لك الاعلامي وصحافي زكريا فحام. ومع اتصال زكريا بنوصل لختام لقائنا. للاسف بعتذر عن زكريا عن الدموع، انا حاولت اني اتفادى الدموع كل الحلقه، بس هيدي دموع الحب، هيدي شكل من اشكال الحب. اليوم بنحتفل بالحياه سوا، بنحتفل بماي يلي كلنا على موعد الاسبوع المقبل 22 شباط مع كونسرت، رح يكون اكثر من ان شاء الله رائع. يا رب ناطرين الكل اكيد. والف مبروك السنجل الجديد ماي، روعه. ميرسي لك. روعه روعه، وانت جزء من هذا السنجل، وبكره بنعرف ليش قريبا اذا الله. شكرا لثقتك، شكرا لصداقتك، شكرا للحلقه الحلوه معك. يعني بدي ضم صوتي لحتى اقول شكر لساره كيروز على اللوك الاكثر من روعه. انا بدي اتشكرها، ميرسي ساره يلي حطيتك فيه. شكرا لفوفر فلاورز اللي زينوا لنا هيك، حطونا بامبيونس حلوه بالاستوديو، مشكورين على زينه الحلوه. الكلمه الاخيره رح تكون لك غناء على أكيد. كل حال بس قبل الغناء بدي اتشكرك كثير شادي على الحلقه اللي كثير حلوه ومميزه. هاي اول مره بعمل مقابله تلفزيونيه بتغطي كل شيء عني، بتحكي عن كل المراحل اللي انا قطعت فيها. بتشكركم، بتشكر المخرج، بتشكر تيري ليبون وكل الشباب اليوم، عن جد ميرسي لكم. انا كمان بدي اشكر كل فريق العمل، وبمناسبه عيد الحب بشكر كل شخص منكم، وبحبكم على تعاونكم دائما، ولا مره بتبخلوا الا تكونوا جاهزين لحتى سهره عمر يطلع باحلى حل لكل المشاهدين. ماي الكلمه الاخيره غناء رح تكون لك مشاهدينا. اللقاء بيتجدد الاسبوع المقبل بسهره عمر جديده. الختام مع نجمتنا، مع فنانتنا ماي مطر. شو اللي صار امبارح؟ كنت هون امبارح كنا سوا، حلمنا نبرم سوا الكون. يا حبيبي شو اللي صار امبارح؟ كنت هون امبارح كنا سوا، حلمنا نبرم سوا الكون. تاري الكون مش سايا فاضي وعنده وقت ضايا، تاري الكون مش سايا فاضي وعنده وقت ضايا. أخدك مني وما سألني، هيك بلحظة ويوم. يا حبيبي شو اللي صار امبارح؟ كنت هون امبارح كنا سوا، حلمنا نبرم سوا الكون. داري الكون مش سايا فاضي وعنده وقت ضايا، داري الكون مش سايا فاضي وعنده وقت ضايا. أخدك مني وما سألني، هيك بلحظة ويوم. مش معقول القصص الحلوة كيف بتنتهي، بعد النظرة بعد الغمرة بعد كل الحكي. مش معقول القصص الحلوة كيف بتنتهي، داري الدنيا غدارة شو حقودي وإهارة.
حلو بطاطي عذابه بكتار الكون مش سايع فاضي وعنده وقت ضايع مش سايع فاضي وعنده وقت ضايع أخدك مني وما سألني هيكب لحظة ويوم